أزمة سوداء ببلد أبيض من عملة خضراء، هيدا الحال وما معروف شو الحل. أسعار صرف جنونية وحالات صرف من الأشغال تتخطى العقل، والمصارف حبس لأموال المودعين، والمودعين بدهن أموالهن. نحن وين ولوين واصلين؟ أنصاف المعاشات صارت حقيقة والناس جاعت، وما في بالقريب العاجل أي بوادر لأنه الشعب يرجع يستعيد عافيته الاقتصادية. نحن وين؟ نحن بأزمة ما مرقت من قبل وما تحضر لإلها الشعب من قبل، مع أنه وللعلم والمعلومات كانت الأزمة محسوبة الوصول إلها وما حدا كان باله يحسب حلولها. نحن وين؟ نحن بزمن جوع بقلب أزمة، ومين بيعرف إذا جاع الشعب شو معقول يصير؟ مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من نحن وين عبر شاشه تشاريتي تي في. كالعاده انا وزميلي جو مرافقكم فيها. اليوم بصيرني رحب بضيفنا الموجود معنا اليوم، رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيه الاستاذ فؤاد رحمه. اهلا وسهلا فيك بنحن وين. كمان جو بدي رحب فيك عن جديد. اهلا فيك، ميرسي استاذ فؤاد. انا كمان بدي ارجع رحب فيك، مبسوط انه حضرتك معنا اليوم. رجعنا تلاقينا بعد فتره طويله. حضرتك اليوم رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين، بس إذا فيك تطلعنا شوي بالأول عن دور التجمع. تجمع رجال الأعمال هو تجمع خلق سنة 86، بيضم أكثر من اليوم حاليا أكثر من 200 عضو. هني موجودين بصفتهم بيديروا أعمالهم، يعني مش بشركاتهم انتويتي بيرسوني، إنه هني بيمثلوا حالهم طبعا بصفتهم كمان يا أصحاب الشركة يا بيديروا هذه الشركة. هدف هذا التجمع هو الدفاع عن القطاع الخاص، والأداة العمل تبعه هو من خلال دراسات واللوبينج والتعاطي مع الناس واقتراح قوانين وانتقاد بعض القوانين، ومحاولة انه دايما نخلي عجلة الاقتصاد الحر يضلوا ماشي. هلأ ميزة هذا التجمع انه بهذا التجمع في جميع قطاعات الأعمال، يعني عندنا مصرفيين، عندنا صناعيين، عندنا تجار، عندنا مقدمي خدمات، انشورنس، نقل. دونك نحن بنضم جميع القطاعات ضمن القطاع الخاص، ونحن بنآمن انه بحرية التعامل وبالاقتصاد الحر، وطبعا بنحيي دائما بطولات هالقطاع الخاص، لانه لازم نعرف نحن انه سنة 92 وقت خلصت الحرب كان حجم الأعمال، يعني الجي دي بي تبع لبنان، يعني اقتصادنا، كان 5.5 مليار. اليوم هو 56 مليار بفضل حدن، وهذا الحدن هني القطاع الخاص يلي اشتغل رغم منظومة الفساد اللي كانت موجودة، رغم انعدام أي سياسة اقتصادية. بعينا من الفساد القطاع الخاص مثل القطاع العام؟ القطاع الخاص هو ضحية الفساد الأول، ولكن مش معناته أنه الفساد مستشري بالقطاع الخاص، بس هو موجود، هو لا هو ضحية هالفساد مثل أي إنسان. نعم. بلبنان ما بقى في حدا انزمط من منظومة الفساد. منظومة الفساد اشتغلت خلال هالسنين بطريقة حتى أنه قوننت الفساد، يعني إذا حتى بدنا نقضيهم اليوم هني معهم القانون، يعني ركبوا القوانين لدرجة أنه حميوا حالهم، وهيدي أكيد أثرت على قطاع الأعمال. ولكن القطاع الخاص بلبنان هو بيقولوا عنه ريزيلينت، يعني عنده قوة الصمود، ومش بس عنده قوة الصمود، هو دايما كان يفكر يجرب يلاقي حلول، يقترح حلول، يجرب. جو الأستاذ جو هو أوديتر تبع كتير شركات من الشركات يلي منضمة يلي أصحابها منضمين بتجمع رجال الأعمال، وكنا نستعين بخبراته كتير لنلاقي الطريقة تنواجه من جهة انعدام الرؤية الاقتصادية. يعني ولا مرة بلبنان بالتلاتين سنة اجت حكومة جديا حطت سياسة اقتصادية، ولا رح نحكي فيها، وهيدي نحن عم ندفع حقها اليوم. كنا دائما نتكل بمنظومتنا بلبنان على السياسة النقدية مش السياسة الاقتصادية. نعم. وخلونا نفوت دغري بهذا الموضوع إذا سمحتوا. نعم. بس نحكي عن سياسة نقدية. السياسة النقدية بدون سياسة اقتصادية مثل واحد عم بيحط ضمادي على نزيف.
يعني منقوم بإجراء ما لأنه في ضغط على النقد، من حد ماضي وبنقول له للمريض تفضل روح على المستشفى. اللي عم بيصير كان المريض ما يروح على المستشفى ويصير معه غانغرينا ونصير على الوضع اللي نحن فيه اللي اليوم بدنا نقطش الإيد. بس الملامة ما لازم تكون على اللي حط الضماضي، الملامة الأساسية على اللي ما راح على المستشفى. وهيدا هالميتافور اللي عم بستعمله، هالتشبيه اللي عم بستعمله، وعم بستعمله قصد تفوت على الموضوع يلي هو اليوم حديث كل الناس. هل السياسات النقدية اللي قمنا فيها واللي قام فيها مصرف لبنان خلال هالسنوات هي سبب اليوم يلي وصلنا له؟ وهون هيدا الموضوع الأساسي اللي بدنا نحكي فيه. بدنا نفهم شغلي انه شئنا أم أبينا، وهون في ديبيت كتير كبير عليه، هل كان لازم نحافظ على سعر صرف الليرة؟ هذا كان السؤال الأساسي يلي هي استراتيجيا، لأنه كل سياسي بتنعمل وجو بيقدر يعرفها، ما فينا نحط السياسي بلا ما يكون عندنا هدف. السياسي لازم تجي تتجاوب لهدف. دونك هل كان الهدف تبعنا حماية الليرة وصرف الليرة؟ نعم، بالمنظومة الموجودة بلبنان والتركيبة الموجودة بلبنان لازم نعرف انه في اكثر من مليون انسان بيتقاضوا معاشهم فقط باللبنان بالليرة. واذا نعمل غير طريقة كان معناتها بدهم ينقدموا هودي الاشخاص شوي شوي، مدخين رح تنزل. ولكن هل كان فينا نعملها تدريجيا؟ هل كان فينا نعملها عمهلنا؟ هل كان فينا نعملها من ضمن سياسة اقتصادية مضبوطة اللي هي مثلا بتركيا؟ بتركيا وقت كان عليهم ضغط أخذوا قرار بتخفيض العملة، لأنه هني بلد قرر يقوي الصناعة، وتركيبة الكلف تبعهم هي تركيبة بالليرة التركي. دونك خليني أنا اليوم خلي يقوى الدولار على الليرة التركية، بتسمح للبضاعة التركية تتصدر، بتفوت لنا دولارات، بتحسن اقتصادنا، بتخلق فرص عمل، بيرجع الاقتصاد بيجلس بالمعاشات. نحن لبنان منا هون، نحن لبنان منو بلد كانت السياسات الاقتصادية نحو تشجيع الصناعة والزراعة والإنتاج. نحن كنا بمنظومة هيني هيني بالفهم بس سئيل كتير بالاقتصاد، يلي هي بدنا نبني اقتصاد ريعي. شو معناتها؟ معناتها أنا بعيش من الفوائد، كبر حجم الفوائد تبعي، الفوائد بتجني لي المدخيل، وأنا بعمل مصرياتي من هذا الموضوع. صفينا بلد بعيش على الفايدة وعلى الكوميسيون. صح، يعني راح الاقتصاد الانتاجي ونقلنا اليوم على بالعكس اقتصاد ريعي. هلأ حتى كانوا يحاربوه هذا الاقتصاد الانتاجي. هلأ ليش هذا كلام بالسياسي؟ أنا بتصور أنه كانوا منتظرين، هي بلشت مع الحريرية السياسية، كانوا منتظرين انه هيدي بنجذب الاموال لهون، نخلق اقتصاد ريعي بالاول لكون صار في السلم. بروبابلما كان هو مراهن انه رح يصير في السلم بالشرق الاوسط، ساعتها نحن بكون عنا رساميل اللازمي ننتقل ساعتها على سياسة انتاجية. لسوء الحظ المنظومة الفاسدة اللي كانت تحكمنا استفادت من هذا الموضوع تتستفيد أكثر من الاقتصاد الريعي وتتغتني هي. وهيدا الشيء عمل جمود، وهيدا اللي وصلنا صرنا فترة بنحكي فيه. إذا بتنتبهوا أكثر من سنين، يعني قبل باري 1 وباري 2 وباري 3 كلهم صرنا ينحكى بالإصلاح ويطلعنا، واللزق أنه كل هو السياسيين اليوم كانوا يحكونا هيك أنه هيدي الموازنة هي بس فزلكة حسابية ما فيها سياسة اقتصادية. طيب يا عمي شو عملت انت تتخلق هالسياسة الاقتصادية؟ يعني هون بيبقى السؤال، ليش الثورة ما صارت قبل؟ وانا هون بس اسمع هالشباب منهم ولادي، لانه انا ولادي بالثورة ومثل كل شباب لبنان، يعني كل ما بسمعهم بعتذر منهم. نحن بس يقولوا كلهم، يعني كلهم، واكيد نحن جيلنا اولهم لأنه ما عرفنا ننتفض هيدي الانتفاضة اللي عملوها. هني بركي لأنه هني ما أرسوا الحرب، نحن دخلنا من الحرب، كانت الطائفية بعدها مرسخة براسنا، كان الانقسام العمودي يلي بين 8 و 14 أذار كان هو يلي مشينا بحياتنا، لأنه هيك نحن عشنا. هني تخطونا
بس مش بشكل تام يعني. بس هن اللي قدرت خطيناه عمل الثورة. صح. هيدا الفظيع. صح. هيدا وعينا. وأنا اليوم اشتلقت إنه بركي كانوا الخيارات بركي كان لازم علي صوتي أكتر. أنا حتى كتجمع رجال الأعمال صرنا سنتين نحن بالنادي وبنخب بركي كان لازم النادي من 10 سنين. الهيئات الاقتصادية اللي كانت اليوم عم تحكي بس كان لازم بركي تحكي قبل. المصارف اللي اليوم عم بتعيش هيدي الأزمة وعم بتعيش الناس الأزمة لأنه بدنا نحكي كمان يعني الناس اللي متعذبة كتير. صح. هيدي كان لازم بركي نكسر هالمنظومة من زمان. بريف أنا ما بحب بيسموها هيدي الأوتوفلاجيلاسيون يعني نمسك الأقشاط ونضلنا نخبط حالنا على طول على طول. يا عمي غلطنا تريبيا خلينا نطلع لبكرة. غلطنا وفهمنا الغلطة ونحن اليوم بصدد نطلع لبكرة. بكرة إذا بتسمحوا إلا إذا عندكم شي سؤالات شوي أنا ذكرت أكتر خليني ذكرت حضرتك بالأول يعني قبل ما نحكي عن بكرة. نعم. بحب أنا أعرف شو كمان هن. نعم. الأشياء اللي بتحبوا تعرفوها. الاقتصاد الحر ذكرت أكتر من مرة. نعم. بحديثك وحكيت هلأ عن إجراءات المصارف وقدي عم تأثر على المواطنين بشكل مباشر قبل ما نروح على موضوع الشركات. قدي هالإجراءات اليوم عم تفرمل عملية العملية الدورة الاقتصادية بالبلد. يعني اليوم بيروح مواطن على المصرف عنده ليمت لسحب الأموال بالدولار وحتى جايين هلأ على ليمت جديدة باللبناني ما بيقدر يسحب مصاري وهيدي عم يعانوا منه الموظفين حتى انه اوكي الشركات يمكن في شركات بعدها قادره تحول الرواتب للموظفين يمكن بشكل كامل او نص راتب يلي هو بس هيدا الموظف ما عنده قدره اليوم يسحب معاشه بشكل كامل بنفس النهار يلي بينزل فيه. استاذ جو اول شيء لازم نعمل شويه هيك نوضح شوي بعض المواضيع لانه. نعم. حضرتك انت وقت حطيتهم حطيت كل المشاكل. نعم. سوا ومعك حق. نعم. أول شيء بدي أقوله أنه نحن عم نعيش وضع غير سليم. شو يعني وضع غير سليم؟ يعني وضع نحن ببوسطة بوسطة نازلة بهالنزلة وكارة وما فيها سائق. يعني أي شيء بدنا نعمله اليوم أول شيء لازم يجي سائق وهذا مش كلام بالسياسي كان قبل كلام بالسياسي اليوم هو كلام بالاقتصاد كمان. ما فينا نجي نطلع على اللي عم بيصير اليوم ونحلل عليه قبل ما يصير في حكومة وانتبهوا مش حيلا حكومة فعالة حكومة تنال الثقة ورح نحكي عن هيدا الموضوع. نعم. فيما بعد هلأ إذا بدي زيح عن هاي طبعا نعم الإجراءات اللي اتخذت إجراءات غير طبيعية. أول شغلي بدنا نتفق كلنا سوا عليها ما حدا له حق يقيد مصريات الناس. صح. هيدي خلينا نبلش من هون. هيدي مصريات الناس هن مصريات الناس ما حدا بيقدر يقيد مصريات الناس. هلأ فينا نعمل تدابير ضمن خطة ضمن ما شيء فيها وضوح ليش عم نعملها. هوني أنا عندي شوية ملامة على المصارف وعلى المسؤولين من مصرف لبنان وغيره أنه ما فسروا كفاية للناس كان لازم يفسروا الحقيقة الوضع. هلأ في بعض الملاحظات على كلامك لازم أقول لك يجو إذا سمحت. الناس ما فيها تسحب نقدي. صح. بس فيها تتصرف بكامل معاشها بموجب شيك وبموجب كارت. في الهلع اللي صار والهلع مفهوم يعني أنا كون ساذج إذا بقول ليش الناس خافت يعني بكون ما لازم تعزموني حتى ما لازم نعمل المقابلة إنه طبعا في هلع والهلع طال كل العالم طال الناس وطال المصارف يعني حتى المصارف صابت بهلع الناس بطرت كمان كل العالم تحط بالمصارف ومصارف صارت عم تخاف على حالها كمان مش بس هيك لا الهلع اجا من عدم وضوح الصورة انه شو رح يصير صار كل العالم خايفي وصار التصرف تصرف بخوف يعني تصوروا انتوا قاعدين رح ارجع على مثل البوسطة قاعدين بهالبوسطة وما في شوفير وعم بتكر البوسطة وانت قاعدي ورا شي بدي يقول انا خي بدي فز من البوسطة شي بدي يقول انا بدي اقعد تحت الكنبية شي بدي يقول بدي اقعد على اليمين شي بدي اقعد على الشمال شي بضلني واقف هلا طبيعي. خلص الهلا ومعين البوسطة قاعد جوا شو بدي جاوبهم
المهام الوسطى يعني البنك اليوم شو بجيبون؟ ما عاد يعرف شو بجيب. عدوا على فرد مال. شو عدوا على فرد مال يا اخي؟ ما فيك تعدني محل ما بدك. هيك رح يصير. هيدا الهلا خلقه. هل بقيد هيدا؟ مش هون المشكل، لانه اساسا اساسا اذا بنزيل الهلع او بنبرمج او بنفرمل الهلع ما بقعد في هالركض نحو النقدي. النقدي هي شغله معناتها ما بتشتغل الا وقت كل السيستم البقوي ما بقى عندك ثقه فيه، ترجع على النقدي. بس عاده ما لازم تعطى نقدي. يعني في كتير بلدان النقد ماشي. بتعرفوا النقدي بالعالم هو 2% من الكتلة النقدية. انه شو 2% منا شيء. 98% من التعاطي هو يا شيك يا كاردو كريدي يا حوالي يا دونك. نحن اليوم جينا شلنا كل هيدا الفنومين وانا معي مصاري، يعني معي 300 دولار اللي بجيبتي يا اخي. بفهم الناس وبفهم الخوف، بس هو ما معه 300 دولار بجيبته، معه المصريات ويلي بالبنك وبيقدر يستعملهم. انا مثلا انا مني وعلي انا ما عندي دولار بالبيت، انا مني وعلي لانه ما عندي شيء هلا اي في حاجه له. نهار اللي بدي اسافر رح روح اجيب دولارات واخذهم معي، وعلما انه معي الكارد كريدي فيني استعملها برا. انا كل دفعاتي يا بالكارد يا بالشيك، بنزل على السوبر ماركت بدفع بالكارد وبكون ممنون الكارد لاني بعدنا عم بدفع له بالدولار. مزبوط. بكون هو ممنون مني يعني ما عم بيشكرني يعني. عم بروح على الفرمشية عم بدفع لهم بالدولار. التنقلاتي انا عامل اوبر. مزبوط. دونك اوبر على الكارت والكارت عم بدفع فيها. صدقوني انا النقد اللي معي يعني كتير قليل. ما بفكر فيه انه لشو بدي اياه هذا. اليوم انا اللي عايش بلبنان، وانا برك من المحظوظين يلي خلص قسطات ولاده، لانه يلي عنده قسط الولد كمان. انا مخلص قسطات ولادي، دونك ما بقى عندي حتى حاجه انه ابعث لهم لهونيك من غير شر. كبروا وصار عندهم عيالهم واتسترا تربيه. بس في ناس مثلي، في كتير ناس مثلي. الهلع خلى انه يصير في بين 3 ل 4 مليار دولار بالبيوت. هيدي ظاهره تجميع البنك نوتس بالبيوت. جو هي ظاهره ما صارت بولا بلد بالعالم. انه تتفهموا قديش العالم خافت على مصريه. الهلع حدا بيقلك بانيك ما بقعد تفكر، ما بقعد حدا يفكر. بس مشكلتنا الاساسي بالفرمله منا الناس، لانه الناس هلا اقلمت حالها ب 300 دولار و 500 دولار. صح. وصار اغلب الناس عندها ديبت كارد، صار عم تروح تعودت الناس، وحتى التجار صاروا عم بيقبلوها هيدي الكارد. لانه فهموا انه طب هيدي البرمي هيدي. مش هيك دايور اذا بتنتبهوا بالاسواق السوداء جمد السوق. كان لازم يكفي على ليه ما كفى يطلع على وصل على 2100 و2002 ورجع وقف هون. ليش ما كفى؟ ايه ورجع نزل تحت ال 2000. ليش وقف؟ لانه بلشت شوي تترجلج هيدي القصه. نحن مشكلتنا الكبيره انه القطاع الخاص. صح. هون المشكله الكبيره اللي اليوم ما بيقدر يعمل حويلات لموردي. هيدا اللي كنت انا بدي اوصلك له. برافو استاذ جو، معك حق. هيدي اكبر مشكله اليوم عم بنواجهها ببلد مثل لبنان اللي نحن عايزين نستورد. نحن بنستورد اكثر بكثير 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 من ما بنصدر. حتى اللي بنصدره عايزين مواد اوليه. صح. حتى هاو عايزين حتى اللي بنستورد. يعني اليوم هاي اكبر ازمه عنا اياها اليوم. انا قد ايه فيي ضل اقول انه انا بسمح لكم تعملوا تفتحوا اعتمادات لتجيبوا محروقات وطحين ودواء؟ طيب نحن اليوم بلد مثل لبنان، مثل ما قلت حضرتك، حتى اللي منصنعه بلبنان لنصدره عاوزين المواد الاوليه له. كيف ممكن نحرك الاقتصاد بتوقف الحوالات للاستيراد من برا؟ وحتى كمان في شغله يمكن مش الكل منتبه لها، كيف بدها تعيش الدوله بدون استيراد؟ أوكي. نحن بنعرف انه مصدر الاموال الاساسي للدوله هو الجمارك والتفاقه. كثير سؤال تو ذا بوينت يعني مزبوط. هذا هو السؤال، هذا هو اليوم المشكل حقيقه، هذا المشكل. بس بسؤالك قلت انا كيف فيني انا مينك انت ما بريسيزمون مشكلتنا من كيف فيني انا منقول انا مشكلتنا اليوم انه ما في انا. هيدا الانا هي الحكومه مش السلطات النقديه. انعدام الحكومه وهالمجازبات السياسيه من المنظومه، خلينا نسميها مثل ما هي المنظومه الفاسده، لانه ما بقى بدنا نلبس كفوف، انه يعني لبسنا كتير كفوف. هيدي المنظومه هي اللي بعدم بتاخيرها بفهمها انه شو صار بلبنان
وبقراءتها باللي صار بلبنان. يعني هو لازم يعمل، أي إنسان طبيعي بيعرف أنه سياستك فشلت لازم يعترف بالفشل. هالتأخير بهذا الموضوع عم بيودي لعدم تأليف هالحكومة المنتظرة. هيدي اللي لازم تاخد القرارات. شو عم بيصير اليوم؟ بيظل عدم وجودها هيدي وعدم وضوح منية هيدي الحكومة، لأنه بدي نفتح هلالين. الحكومة مش يعني أشخاص وأسامي. الحكومة اللي ناطرينها اليوم هي برنامج، وهذا البرنامج بده يكون ينال الثقة، ثقة الخارج وثقة الداخل. ليش الخارج؟ لأنه الخارج لازم ينال الثقة فورا تنقدر نجذب المساعدة اللي نحن بحاجة إلها، والداخل أنا من خلالكم بقول لكل اللي عم بيسمعونا، اوعى الثوار يعطوا الثقة لو مين ما اجا. اوعى. شو الحل؟ لازم يضلون يراقبون اعمال الحكومة ونتائج الحكومة. قصدك حتى لما تتشكل ما يعطوا الثقة مين ما اجا؟ لو جابوا فؤاد رحمي، لو جابوا مين بدك، مين افضل انسان بالعالم؟ ما تعطي الثقة اليوم. اليوم راقبوا. نحن اعطيه فرصة، يعني ما تعطيه الفرصة، خليه يشتغل. لازم تجي الحكومة تبلش الشغل، ومش يكون اسمها إلى العمل، ما تسمي حالة تشتغل. حتى الاسم ما بدنا نسمعه، حتى الصورة التذكارية ما بدنا نشوفها. لأنه حكي ومشي ماشي زرع الشغل شباب، وبلشوا الشغل. وهلا رح نحكي نحن من خلال حديثنا شو هن الإجراءات السريعة اللي فيها تقوم فيها. دونك تنرجع على موضوعنا، مهم كتير لأنه أحسن ما نضيع الخيط. لأنه دونك بإنعدام هذه الحكومة اللي بدها تحط سياسة اقتصادية مقبولة وبدها تنال الثقة، صرت أنت عم ترتد على شو؟ على السلطة الوحيدة الموجودة بعدها بالساحة، هي السلطة النقدية. كتلة النقد اللي عنا هي ليميتد. قال الحاكم نحن عنا 38 مليار في بياناتهم قسم سندات وقسم إيميديت ليكويديتي. عنده بده يدير هالكتلة ضمن أوليات، ما بيقدر يديرها كيف ما كان، لأن لازم نعرف أنه بيظل الهلع أي دولار اليوم بينضخ وبيظهر ما بيرجع. دونك رح نلاقي حالنا بعدين نشفنا. إذن شو الأوليات؟ مش هو اللي قرر لوين بيروحوا المصريات، لازم يدير أولياته. أول أولية ونجح فيها هي، وأستاذ جو فيك أنت تفسرها لأنك أنت من اختصاصك. وأكيد الوالد كان دايما يحكي فيها، وهو كانت معركته الكبيرة. وديور خلينا نقدي له تحية اليوم، نوجه له تحية، نوجه له تحية. ما بنقدر نخلي لبنان يعمل event of default، يعني ما يقدر يلتزم بالتزاماته. نحن بلد كتير صغير، نحن بلد ما فينا نسمح لحالنا نعمل اي فاول بالتزاماتنا. دونك عنده التزامات، يعني شقفة الايرو بونز اللي بدهم يستحقوا. صح، مثل ما شفنا ب 28 شهر الماضي قاموا بالواجب. هاودي عنده اولية من الاوليات نقدر نغطي هالاستحقاقات. لانه ما بعود فينا ولا نهار نفكر كيف بدنا نزبط بعدين. تاني شغلة في الفوايد اللي بده يدفع على هودي الاستحقاقات، يلي كمان لازم يأمنوا. بعدين في الأمن الغذائي، هذا اللي يسموه الأمن الغذائي، يعني الفيول، القمح والدواء. طيب هيدا بيدخل من ضمن الأمن الغذائي. هلا اسمع، عم نسمع كلمات إنه ب 11 الشهر بركي يكونوا الدول أصدقاء لبنان بمبادرة فرنسية على طلب رئيس الوزراء المستقيل. إنه يجتمعوا تنفكر بالأمن الغذائي، لأنه هيدي ما فينا لو شو ما عملنا، هيدي أولية الأوليات. هون بدي أفتح موضوع يتداول بلبنان عن المجاعة. وفي تهويل حول المجاعة. في فقر رح يصير بلبنان بس مش مجاعة. المجاعة اللي صارت بلبنان خلال سنوات أوائل سنوات القرن التاسع عشر القرن العشرين بظل الحرب كانت خطة مبرمجة. خطة مبرمجة يعني السلطات العثمانية لضرب جبل لبنان ومسيحية جبل لبنان، مثل ما كانوا عم يضربوا الأرمن بتركيا. انعمل بلوكينج
ومش مزبوط هذه قصة الجراد وما الجراد وهودي اللي بخبروك إيه، كانت محاولة لإبادة مسيحية لبنان. وكانت الخطة التلت بيموت، التلت بيهاجر، والتلت بيخضع. هاي مجاعة خطة سياسية. اليوم ما حدا بيقدر يعمل علينا الكوردون منا بهاللعبة. هو يمكن لأنه جربوا يعملوا علينا هاللعبة، صارت الانتفاضة، صارت لا 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 لا، المجاعة هي خطة عسكرية مبرمجة، يعني مثل ما بقتليك بجوعك. هذه خطة خطة. كان وقتها الحكم العثماني عم بيخلص من الآليات ضمن المنظومة العثمانية، خلص من الأرمن بتركيا، جرب يخلص من المسيحية بلبنان، بالأقليات بغير محلات بالشرق. أحد الأداة يلي كان عنده إياه هونيك قتلون هوني جوانا. هذه خطة، يعني ما لازم نخاف من المجاعة. بنهي هذه الفكرة قبل هذه. بلبنان باخرة قمح بتضينا 6 أشهر بالإهراءات، بالهند بدنا باخرة نوزعها للي عم بفضوا البواخر. بس خلينا نحطها بإطارة. يعني المجاعة مش هيدا الموضوع، موضوع الفقر، موضوع الانكماش، موضوع الفرملة، مرة نحكي فيه. رح نرجع نكمل أكيد هيدا الفكرة، ولكن قبل رح نروح لفاصل إعلان صغير ونرجع ننتبه حلقنا. عن جديد برحب فيكم مشاهدينا بنحن وين، وكمان بدي ارحب بضيفنا رئيس تجمع رجال الاعمال اللبنانيين الاستاذ فؤاد رحمي. استاذ فؤاد، كنا عم نحكي عن اجراءات المصارف الحاليه اللي عم تاخذها لحل هذه الازمه. دونك كنا عم نحكي كمان عن الاوليات اللي عنده اياها السلطه النقديه. دونك وصلنا على الامن الغذائي، صح. فيما بعد عنده كمان احدى الاوليات تبعوله انه يامن دبار مينيمم للناس تعيش، يعني هذه اللي عم نشوفهم هود الإجراءات. هود الإجراءات أكيد هول الإجراءات ظالمة، أكيد هول الإجراءات خاطئة، أكيد كله هيدا ما بيبني اقتصاد. بس هاو شو هني؟ هودي الضمام اللي قلت لكم عنها تتجي هالحكومة وتبلش. يعني كل هالإجراءات اللي عم نخدها اليوم هني إجراءات سبرادراء على جرح، بس روح على المستشفى يا زلمي، طبب حالك، روح عند الجراح، ما بقى فيك تضاين. يعني في هو اجراءات كان مفروض ضاين 3 أيام 4 أيام جمعة وخلاص، مش اكتر من هيك. كان لو فسروها للناس كانت اهين، كان ضاين. بس حتى لو فسروها هو اجراءات ما بتخديهم على زمن طويل. انه مثل اليوم ليك هالجو، هيدا ليك هالجو، في كابيتال كنترول اما ما في كابيتال كنترول. طبعا في كابيتال كنترول لانه ما فيك تحول مصرياتك لبرا، وما في كابيتال كنترول لانه ما انه مقاونا، ما في طيب بيطلبوا من السلطات النقديه هي تقاونين. لك يا اخي السلطات النقديه ما فيها تقاونين، الحاكم ولا ممكن يقدر ياخذ هيك اجراء لحاله. انه شو عم نطلب منه؟ يعني انه مش شغلته هو هو بحط سياسة نقدية يلي تتلاقى مع سياسة اقتصادية. سياستك الاقتصادية رح تقول أنا بدي أونين الكابيتال كنترول ضمن خطة ضمن اتسترا. دونك مشان هيك وقت الوصل بهو الأوليات ما بقى عنده تيقدر يكفي للتجارة. وهون كان مشكل كتير كبير كتير كبير، وصاروا يتقذفوا بين المصارف ومصرف لبنان ومصرف لبنان والمصارف. بس يا أخي ما كل زيت اللعبة اخرتها عندك هالكتلة بدك تجرب تعطيها البريوريتي تبعيتك. طيب بس هاي كلهم اجراءات برجع بكررها كان لازم من هلا هلا اليوم كنا خلصنا منه. ليش بعدنا لانه ما في حكومه لشو في ثوره لانه ما في حكومه. ليش كل هالسيستم؟ لانه في منظومه فاسده بعد ما عم تفهم. ما فيك تضلك وترجع تحكي وخبار انه نرجع نرد حكومه ونحن بنالفها ونحط الناس اللي بيشبهونا لا 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 خلص. اليوم شو هني الحلول المنتظرة؟ طب شو شكل الحكومة يلي برأيك الأنسب هلأ اليوم؟ ماشي ناس بدنا صفتين، تصوري صرنا نسميهم صفة يلي هني منهم صفات، يعرفوا يقروا ويكونوا أوادم. بس هذا المطلوب، قراءة وإدمية. ليش عم بقول هيك؟ أولا تكون آدمي منا صفة،
يعني أنا وقت بدي وظف حدا بالبنك بسأله شو صفتك؟ بيقول لي آدمي، بقول له ما سألتك شو مجبور تكون. بس هلأ بلبنان من بعمل اللي عشناه صارت صفة. نعم. دونك آدمي طبعا، لأنه لازم شبعنا فساد وشبعنا، ويعرف يقرأ لأنه الدولة دفعت مصاري لشركة اسمها ماكنزي. صح. دفعت 1,300,000 دولار لناس عطوهم خطة 1,200 صفحة، أنا بدي يعرفوا يقروا يطبقوا الخطة. أنا اليوم مني بصدد بقى دراسة إذا هيد الخطة منيحة ومش منيحة، مناسبة ومش منيحة، ما بقى عندي إذا بديك هاللكجري إنه أنا أقول لا أنا هيد منيحة ومش منيحة. وبعدين ماكنزي ما منه جزء بزرع الحشيشي، هيدي جزء صغير من خطة كتير كبيرة. بس ماكنزي ركز بخطته كلها ننتقل على اقتصاد منتج ولا اقتصاد ريعي. هلأ اللي عم بيخليني اتفائل، لأنه بدنا نبلش نفوت شوي ببكرة. نعم. هذا الوضع اليوم مزبوط، شو ما قلت لي معك حق، مين ما خبرك هلأ بهذا البرنامج بغير برنامج وأنه بالبنك تمرجلوا علي وعيطوا علي وما بيسوى وبيسوى، كله مزبوط. نعم. لدرجة أنه في وقت فات على المصرف قال له قديه الساعة، جاوبت له المصفي لا هلا مادموزيل انا بس بدي اعرف الساعه، الاداره قالت لي قول لا بقى لا. يعني هيدا كاريكاتير، بس هيدا هو الوضع. دونك هيدا شواز ما بدنا نبني عليه، ومش هيدا بيعمل اقتصاد، هيدا بيودي على جمود مثل ما تفضلت انا كنت احكي عنه، وعلى فرمله كامله للاقتصاد. نحن بدنا نلاقي الحلول، بدنا نلاقي حلول. بس قبل ما نلاقي حلول كان بدي احكي كمان شوي عن الدولار، لانه هلا عم بغيب ويرجع الدولار. كيف بيظهر الدولار؟ يعني ما عند الصرافين اوقات بنقول انه بتروح عند الصراف مزبوط بقول لك عندي مليون دولارات. اه حلو هالسؤال. اساسا لازم تعرف انه الكتله الورق هي 2% من التداول، ما لنا شيء. يعني كل هالعمليه الدولار اللي بنشوفها نحن هي ماكسيموم 25 مليون دولار. هو لهن ذاتهم عم يبرموا مليون. ليش؟ لانه في قسم يحب البيوت يحن بالبرادات، في قسم مخبينهم بالخزنات الشباب، انه منهم داخلين، والبنك ما بيعطيك كفاية، شو بده يعطيك هذا التداول هذا؟ يعني أصغر تاجر، ما تخزوني، يعني أصغر تاجر اليوم بده يستورد رح يطلب كميات فوق 100,000 دولار. أكيد. مارك يطلب مليون دولار، يعني دغري بيختفوا قديش في دولارات، يعني 25 مليون دولار ما بيكفوا لاقتصادنا. أوين بيختفوا هودي؟ ما لنا شغلة كتير كبيرة، ولكن موجودين. بعدين ما تنسوا انه نحن عكتفنا حمال. في بلد حدنا اقتصاده بأسوأ بكتير من حالتنا، وعايش بامبارجو ويهوي الدولار، وشفنا انه الليرة السورية فزت دوبلت، يعني كمان هذا عم بيسحب دولارات، يعني مش انه مش عم بيسحب دولارات، لشو هيدي صارت؟ اذا بس هيدا ما بيبني اقتصاد. يعني بفهم الناس يكون عندهم هالكونسيرن، بفهم الناس يكون عندهم هالهلع، بس مش هيدا الاقتصاد. هيدا مرحلة شاذة جدا. إذا كفينا هيك لمدة طويلة رايحين على توقف كامل، يعني المصارف رح يسكروا. طب بالنسبة ورح يصيروا ورح نصير ناكل حلاوة الجبن برياض الصلح، لأنه رح يصيروا السوار من رياض الصلح لساحة النور. ماشي إنه خلاص رح نوقف كلنا. يعني خلينا نحكي عن الحلول هلا. ليش أنا متفائل؟ بسأله طيب هاد الزلمة، طيب خبرنا هذه الصورة البشعة، ليش متفائل؟ أولا لأنه شئنا أم أبينا الوضع صعب لدرجة أنه ما فينا إلا نصلح. قبل كيف فينا نتساعدن؟ لا كان نتساعدني، مش هناك بيسموها بونزي سكيم، ساعدني، ما البونزي يعني ساعدين. كان فينا نتساعدن، نلاقي طرق نتزاكى على حالنا، نخبر خبرية، نأجل المشكلة. هلأ ما بقى فيه، ما بقى عنا أي إمكانية لتأجيل المشكلة. الوضع صار لازم يتصلح. هذه مثل سيارة خرب الموتور، طق جوان الكلاس بالسيارة، هذه كل الناس بتفهم هذا المثل. لو جبتي أحسن شوفير، لو جبتي غيرتي كل السيارة مع هذا الموتور، لازم تخرطي الموتور تتمشي، وإلا ما بتمشي. بقى اقتصادنا صار هون، والدليل انه بلشنا نفكر مزبوط اخر تعميم عمله مصرف لبنان. مزبوط، هذا انا كنت بدي اسال. اخر تعميم انعمل من مصرف لبنان لا تخفيض الفوائد، خفض الفوائد يلي نحن بالقطاع المصرفي كانت اخذت معنا سنه وسنه وشوي تنوصل لهالفكره هيدي. اوكي كان في ظرف مؤاتي يلي هو وجود
اللي لا يسمى الكابيتال كنترول بس موجود. دونك سمحت تا يعملوا هالتخفيضي. وما تطلعوا الآلية انه ليش نص الفايدة بتندفع باللبناني نص الفايدة بتندفع بالدولار، هي الى دخل بالضغط على الدولار. لانه المصارف عن كل حال، واستاذ جو هو كونه خبير بهذا الموضوع بيخبرك انه المحاسبة تبعيتها بتعملها باللبناني. يعني اذا المصارف صار عندها فائض دولار من الفوائد مجبورة اخر شهر تبيعهم لانه ما فيها تحمل مركز. دونك هي ما بتخلي الدولارات الا اذا بدها تدفع لها زبوناتها بالدولار، بما انه صار عندها تدفع نص المبلغ وقابضي نص المبلغ ونص الثاني بتدفعه باللبناني للزبائن، هيدي خفت ضغط على الدولار. بس هيدا الاجراء من حسناته انه اوكي عملنا اداره افضل لكتله الدولارات اللي موجوده معنا. نعم. من حسناته بعتنا اذا بدكم سيجنال عليمي للسوق انه رح نتوجه نحو اقتصاد انتاجي مش اقتصاد ريعي. صح. يعني رح بسطها للناس، انا اليوم اذا عايش من الفايدة رح يصيروا يعطوني، بما انه الحد الاقصى على الدولار هو 5، فعلا رح يعطوني 2 لانه انا معي 100,000 دولار او 200,000 دولار، وهيدي اكترية المودعين بين 50 و200. نعم. اذا رح يعطوني 2% رح فضل انا استثمر هالمصريات مما خليهم بالبنك او حولهم على الليرة اللبناني، لانه الليرة اللبناني رح يعطوني 8.5 وعيش من هيدي. هيدي قوة اقتصادنا تمام. شرط انه يجي شوفير البوستة، شرط يكون في سياسة اقتصادية. اليوم على بكرة كنت عم بحكي فيها انه حرام عم نحط السياسات اللازمة الضماضة المزبوطة ما عم نروح المستشفى. يا عمي اذا ما رحنا على المستشفى بتنقطش ايدنا. ما بقى في اي تاخير. باحدى اطلالاتي على التلفزيونات قلت لهم يا اخي البسوا بيجاماتكم ليلي، بدنا الحكومه قبل بكره ليلي ليلي. ما بقى تحمل القصه. القصه ما عم تحمل ابدا. بس ديجا هاي عينيه وين رايحين. صح. طبعا هيدي بده يلحقها تعاميم تانية. لا رح اقول لكم اياها هيك، انا ما حكيت بعد مع الحاكم بس تصوري واضح. هيدا الاجراء استاذ جو، خلينا نحكي شويه ارقام بلا ما نصعبها كثير. نعم. هيدا الاجراء المستفيد الاول منه هو ميزانيه المصارف، لانه بتخفيض الفوائد على الايداع هيدي حسنت كثير مداخيل المصرف، خففت اعباء الفوائد. خففت. وشو اعباء؟ فيك تقول لهم جو لمستمعينك مين هن الاعباء؟ هيدا اكبر عبء عنده اياه بالمصرف. هيدا العبء الاساسي طبعا المصرف. صحيح. خلينا نعمل شويه حسابات انا وياك. نحن نتوقع من خلال هذا التعميم انه ينزل معدل الفوائد على الودايع تقريبا 4%. بين ال 4 و5%، رح نقول 4%. على 170 مليار دولار ودايع بيمثل 7 مليار دولار وفر للمصارف في ميزانيه المصارف. هيدا ال 7 مليار دولار تنطلع انا وياك كيف رح يروح، وانا ناطر هالتعاميم تجي. تلقائيا اذا نزلوا 4% الكلف على الودايع رح ينزلوا 4% الكلف على المدينين. صح. على التسليف، بما انه هن مرتبطين ببعضهم. صح. صح. دونك نحن تقريبا مسلفين بال 50 مليار، يعني راح يروح من 7 مليار مليارين راح يتخفضوا من مداخيل المصرف. راح ينطلب من المصارف يلي حكي فيها بالورقة الإصلاحية الأستاذ سعد الحريري يلي ما فسرها لأنه ما كان في بعد هيدا التعميم، يحملوا 3 مليار. وفي آلية يحملوها، هي نحن كلفة الدين العام هي 6 مليار بدنا ننزله 3 مليار. دونك هيدي تأمن هاو 3 مليار. صح. وهي هلا بقول لكم شو تفسيرها وجو فهم علي قوام شو مدى تأثيرها على العجز العام. بضل في على المواطن العادي. بضل ما هو رح اقول لك كيف. ما هلا ديجا المواطن العادي ديجا دينه خف. دينه خف. مظبوط. ثانيا كلفة الدين خفيت، هلا بنعرف شو هي تأثيرها. والمليارين الباقيين هن 10% تبع الرسميل اللي مطلوبة. يعني ما رح خليهم حتى يوزعون أصحاب المصارف، رح يدخون برسميل المصارف. شو معناتها؟ أولا قوينا قطاع المصرفي، دونك حسنا ملئته، صار فينا هلأ
صار فينا هلا نطمن المودع ونقوي ضمانة المودع انه انتبه يا اخي مصرياتك هلا صرنا عم نقوي حالنا نحنا تنقدر نضلنا محافظين عليه. بس المنيح بالثلاثة مليار بكلفة الدين تخفيض كلفة الدين هو تخفيض العجز العام. نحنا مشكلتنا بلبنان وخلينا نفوت هلا للمستقبل هن عجزين، عجز بالموازنة وعجز بميزان المدفوعات. خلينا نحكي عن عجز الموازنة. عجز الموازنة بلبنان هو 6 مليار دولار. إذا ما ناخد هيدي 6 مليار دولار خلينا نطلع شو الإجراءات اللي فينا تخدها حكومة فيها ناس برجع بذكركم بيعرفوا يقروا وقوي مش حرامية إنه ما طالبين منهم شيء يعني يس يعرفوا يقروا وقوي. أول إجراء هو وضع حيز تنفيذ خطة الكهرباء. ما بقى بدنا نحكي بخطة الكهرباء، في ناس انتقادتها، ناس لقيتها منيحة، ناس لقيتها غلط، بس هيدي الخطة موجودة خلاص. ما بقى بدنا نتسلى ونضيع وقت، ما بقى في لكجري لنقعد نخطط، في خطط لازم تتطبق. جو هيدي شو بدنا؟ تعيين مجلس إدارة وتعيين هيئة ناظمة والشركات موجودة ناطرة بالصف. صح. يعني سيمنز عبرها، جنرال إلكتريك عبر عنها، الشركات الصينية معبرة عنا، شركات الإنجليز معبرة عنا، ما في ناطريننا، الألمان كل ناطريننا، الأمريكان ناطرين يا أخي بس بلشوا. ليش؟ لأنه مصرياتها مأمنة بسادر. نعم مزبوط. دونك هيدي إذا مشينا فيها هيدي تخفيض العجز مليارين. ستنا خلي براسك الستة مليار واجمعي معي، هاي لحالة مليارين. خفضنا كلفة الدين مثل ما فسرت لكم قبل 3 مليار. حسنا الجباية. شو يعني حسنا الجباية؟ يعني بعتنا الجيش على البور وعلى المطار وانه ضباط التهريب. ما طلبنا منه يسكر طرقات عرسال. يعني هونيك اذا مرق له كاميون في دخان ماشي الحال، اخذني على المرافق الرسمية. مش هيدا المشكل تبع لبنان انه بدنا ما نضيع، او مرقت له شي ستيرن فيها مزود. فيها مزود. هيدي خلص، هيدا هو اقتصادنا. اقتصادنا عم بيصير بالمرافق. هيدي يقال اذا بنسمع الشيخ سامي جميل بيحكيك بالاربع مليار، واذا بنسمع هيديك بيقول لك لا ما فيها الان، بس اقله اقل تقدير، اقل تقدير هو مليار. هلا اكيد الاستاذ جو بيقول لي كمان في التهريب الضرائبي والاملاك البحريه خلينا نبطئ هيدي كمان. دونك خلينا نقول مليار. شو صرنا؟ صرنا 6 مليار. خلص العجز، بنفوت على الإصلاح الدولي بإجراءات بسيطة. يعني أول إجراء فينا نعمله in no time وقبل ما تتشكل الحكومة، خلي وزارة المالية تقول ضبطنا جميع مصاريف الصناديق تحت تحت مسؤولية المالية، وما بيصرف مبلغ بلا ما يكون ماري على ديوان المحاسبة. شو يعني صندوق جنوب ما بيقدر يصرف بلا ما يبرق ديوان المحاسبة، مجلس الماء والعمار ما بيقدر يصرف بلا ما يبرق ديوان المحاسبة، كلهم خلص صندوق واحد، صندوق مهجرين، صندوق في كذا صندوق، حتى مؤسسة ليطاني كله يا أخي خلص فرد محل. هيدي دولة بتلقط فرد محل، هاي لحالة فيها وفر. شفنا مبارح لجنة المال والموازنة بشوية قرارات مشكورين، حكيوا بنص مليار، يعني مش انه مزبوط. مش انه خفضوا لنا اياها 50,000 دولار. طيب هيدي نص مليار تنكفي. نحن بنعرف انه الخدمه اللي عم بتقوم فيها الدوله هي خدمه سيئه. ليش؟ لانه انت بالبيت عندك موتورين، عندك موتور وعندك الكهرباء، عندك ستير ماي بتجيبيه، مجبورة تأمني النقل المشترك لحالك، مجبورة تدفعي جامعة مرتين، مجبورة تدفع كل شيء، التعليم مرتين، طبابة في شيء واحد منا عايش بس على الضمان بيعمل أسيرانس كذا. كله عنا. ليش؟ لأنه الخدمة الانترنت تبعنا يلي كنا نحن أول بلد عربي بالانترنت صرنا آخر واحد. دونك كله هيدا بدل على شيء، أنه الخدمة منا منيحة. طب كيف بدنا نحسن هيدي الخدمة؟ تحسين الخدمة بيّن أنه القطاع العام ما بيقدر يأمن هيدا الخدمة، لازم ينتقل بشراكة ما للقطاع الخاص وبالتعاون. في شركات فينا تبيع الدولة للشركات الخاص للقطاع الخاص. مثلا ليش ميدل إيست تملك الدولة؟
انه شوف يعني ليش ليش الكازينو بتملكه الدوله؟ يعني حضرتك عم تدعي للخصخصه مش خصخصه بشراكه او بشراكه. هي الشراكه شو بتودي وشو الاولويات؟ انا بدي اسمع منك شو الاولويات ل يعني اي قطاعات لازم لازم القطاعات اللي فينا نحن دغري دغري فورا نقوم فيها. نعم عم سمي لك يوم ميدل ايست كازينو الاوجيرو لانه الانترنت اداره المرافق اداره البور إدارة المطار مصلحة الليطاني إذا لزم الأمر. وهوني بدي حيي في مشروع عم تعملوا مصلحة الليطاني وياريت فيكم أنتوا تعملوا ريبورتاج عليه. أنا من يومين كنت بجنوب هو جر مي الليطاني لا جنوب. هيدا أحلى مشروع شفته بحياتي. فكرت حالي أنا بسويسرا وأنا رح روح على مجلس إدارة الأعمار وأطلب منه يعمل كوميونيكيشن فيه. عم بينعمل بطريقة وبدقة هائلي. بدك تشوف كيف مشوا هو 160 كيلومتر جر ضمن الجبل بتونيلات ببايبس بتوربين عملت كهرباء. بيقول المستشار الاستشاري اللي هو لي ماير بيقول هيدا احسن مشروع نفذ مش بالشرق الاوسط بالعالم. عم بيقوم في شركه اسمها شركه الخرافي بهذه إدارة الليطاني وبإدارة السدائر. لأنه بدنا ننتبه كمان أنه بالدولة مش كله فاسد. في ناس ممتازين بالدولة ويشهد لهم يعني بالمنظومة فاسدة بس في ناس كيف ضيمنا لهلأ يعني مثل ما أنه إذا بعد فيه القليل القليل لأنه في ناس بتشتغل كتير منيح ولازم تحوه نحييهم دايما هودي. إذن هيدا مثلا فيك تخصصه. تصور انه المستشفى الحكومي التخت بمستشفى الحكومي بيكلف ثلاث مرات اكثر من تخت اوتيل ديو. انه خلص ما بقى فينا نضلنا عم ندير. في مثلا التعليم الرسمي انت معك خبر انه ستيت سكولز بامريكا عم بيديرون سابس شركه خاصه. سابس يعني شويفات يعني صح. يعني المدرسه اللي موجوده بقدما اللي هو تشارلي سعد. طب هي بتدير تعليم رسمي مش تعليم تعليم خاص. دونك فينا نجي نخصخص هودي الاشياء. نحن توقعاتنا بالخصخصة هي نقدر تحصل الدولة على 10 مليار. بس نحكي بالخصخصة تما يخافوا الناس مش معناتها كل شيء بيروح. فيك تخصخص الإدارة صح. فيك تعمل مشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص ويرباي القطاع العام بيصير يجي مدخول بلا ما يكون عنده عباء. لأنه في 10 مليار دولار هيدي رح تفتلوا مصاري. هي بتوطي الدين العام بتنزل كلفة الدين كمان مليار صار عنا فائض مليار. وهودي القطاعات إدارتهم رح تنتقل للقطاع الخاص ومصاريفهم رح ينتقلوا للقطاع الخاص. في وفر كمان بالموازنة مليار لأنه هي كلفتهم مليارين بس رح يخف مدخولهم. مش هيك قلت لك الوفر مليار. شو معناتها صار عنا فائض بالموازنة تبعنا مليارين؟ بتقولي لي شو التأثير على الناس؟ أولا بخف الضغط على الدولار والأهم من هيك بدنا نفحط نص بعيوننا ها والمليارين دولار بدنا نصرفهم تنخلق شبكة أمان اجتماعي. ما بقى مقبول بلبنان حدا يشنق حاله لأنه ما معه 1000 ليرة للمنقوشي. ما بقى مقبول بلبنان شو بتتضمن ما يكون فيه طبابة للجميع تعليم للجميع وضمان شيخوخة للجميع. وهي ما كلفتها مليارين بالسنة. بدنا نوقف نفكر هيك انه رح نقدر نطلع هالمصريات ونصرفهم محل ما لازم نصرفهم. هلأ بيسألني جول انه انا اريد سؤالك من وجهك. طب اذا خصخصنا وشلنا موصفين الدولة ما خلقنا بطالة زيادة؟ لا وبعدنا عاطينهم سلسلة ترتب ورواتب ما رح نخلق بطالة زيادة. رح نجي نغربلهم المنيح رح نشغله لأنه عايزينه. المش عنده الكفاءات اللازمة رح ينعمل له إعادة تأهيل لأنه في محلات بالدولة نحن عايزينه. ولنفترض في كتلة من هالناس ما عنده محل ضمن هيدا المنظومة لأنه توظفوا بتوظيف سياسي أو بتوظيف خدماتي أو بالمنظومة اللي كانت. أولا ما حق عليهم خلينا نتفق عليها حق علي وظفهم هيدي هيك نجي نحمل الناس هيدي كمان غلط. بس هودي في برامج بالعالم وحكي عنا
الأستاذ سعد الحريري بس ما فسرها كمان. ما هو كل اللي قبله هو ب 72 ساعة جاب شو في أحسن شيء بالكتاب وخبرنا إياه. بس تعال فسر لنا إياه تنقدر نقول لك إذا منيح أما مش منيح. مش بعصا ساحر بس ما هيدي كانت هيك. ما هو كمان كان من عايش بظل منظومة ذاتها اللي كانت حاكمة البلد. تعاطى معنا مثل ما بيتعاطوا إنه نحن قصار ومهبيل يعني ما بنفهم شيء. تعال نناقشك فيها لأنه نحن بنفهم كتير. صحيح ما كنا نصرخ وميرسي انه في جيلك وجيل ولادي يعني راح ذكرنا انه صوتنا قوي وصوتنا لازم يطلع وطلع صوتهم وميرسي لهم وكل يوم انا بشكرهم وكل يوم انا ممنون لهم وانا بقدامهم وشو بدهم انا رح ساعدهم لانه وعونا على هذا الموضوع. بس الموضوع انه في برنامج بالبنك الدولي موجود لهيك شغلات لإعادة هيكلة موظفين الدولة. هذا برنامج على 30 سنة بفايدة 1% رح ينخلق صندوق. هذا الشخص يلي ظلمناه وفوتناه أنه على أساس رح نعمل له خدمة ولا عم نقول له فل رح ينعطى له تعويض ويفتح دكان بضايعته ويشتغل ونقوي الاقتصاد. نرجع على فكرة الإنتاجية صح. نرجع نقوي الإنتاج. دونك شفتي أنه هيدا جزء من الحل. باقي عنا بروبلم التاني لأنه نحن بنبرم 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 هون فينا نعالج لأنه بإرادتنا وبسياساتنا الفورية. يعني هاي مش هناك قلت لك لازم ما يكونوا حرامية هذا نتيجة ما يكونوا حرامية. هلأ نتيجة ما يكونوا يعرفوا يقروا بدنا نفوت على الموضوع الأساسي اللي هو عجزنا بميزان المدفوعات وهيدا اللي عم بيخلي يظهر من عنا مصاري. نحن نستورد بعشرين مليار بنصدر بثلاثة مليار بيجينا ريميتنس يعني حوالات من الخارج بثمانية مليار عم نكون مكسورين بتسعة مليار. كيف بدنا نعمل هيدي القصة؟ هيدي القصة بدنا نبلش نفوت فيها بغير طريقة. أولا إعادة الثقة بتخلي ما بقى هالقد يوقف الحوالات. بس مش معناته رح يرجعوا الناس. هيدي بدها وقت كتير كتير تيرجع يجينا ودايع على لبنان. بدنا نحط نص بعيوننا انه هيدي اموال المغتربين كمان يمكن بس رح يضل اموال المغتربين يجوا لانه لعيالهم نعم. بدهم يجوا لعيالهم نعم. دونك هيدي بدك تعيد لهم شويه ثقه بكفوا يجوا. بكفوا بدنا نروح على المحافل الدوليه على اصدقائنا يلي هن الخليج اوروبا وامريكا والبنك الدولي والاي ام اف وما حدا يخاف مطلب. من هيدي الاي ام اف. الاي ام اف بيتمرجل عليك اذا انت قاصر وما عندك خطه. الاي ام اف بيتعاطى معك مثل ما لازم يتعاطى معك اذا رايح معه خطه وما يربحونا جميله. لبنان بيدفع كل سنه اشتراكه بالبنك الدولي وهيدا الاشتراك موجود في حال عندك صعوبه تروح تلتجي عليه. ما هيدا بنك البلدان ما يربحونا جميلة. مش انه خدمة بيعملون لها اياها. هيدي وظيفتهم يسندوا البلدان ونحن دافعين لبارح دافعين اشتراكاتنا. نحن وهذا اللي حكيت فيه الالتزامات. نحن عاملين التزاماتنا عاملين بالتزاماتنا. تفضلوا هلا عنا ازمة بس اذا بنروح لهم بلا خطة رح يقول لك تريبيان خليني انا اعمل لك الخطة انت قاصر. اذا عندي خطة بيناقشني الخطة بلش اتعاطى انا وياه ضمن الخطة. والخطة هي مقوماتها الاساسية. بدنا نحول بلدنا لبلد منتج. مش معناتها فينا بكرة يصير عنا كل الصناعات. كيف بتصير هيدا بلد منتج؟ بتصير بلد منتج بس تبلش تفكري شو بدك تعملي. شو بدنا نعمل؟ كلنا بنعرف شو لازم نعمل. شو فيها دبي مع احترامنا لدبي؟ شو فيها دبي ما في بلبنان؟ لبنان أفضل من دبي. مناخه أفضل، شعبه متعلم أكتر، مع احترامنا بيئته متعلمي أكتر. طب شو تريبيا مين عمل دبي؟ هنود ولبنانية. إذا بنشيل لبنانية من دبي بيبقى هنود. بس اللي عمل دبي شوفير بوسطة ممتاز. الحكام شوفير بوسطة لا غبار. عنده رؤية، عارف حاله كيف بده يسوق البوسطة وين رايح. طبعا هيدا نحن هيدا اللي طالبينه. أور الخطة محطوطة، طبقوا ماكنزي. شو معناتها؟ معناتها اليوم بدنا نقوي الصناعة. شو كيف بدنا نقوي الصناعة؟ بدنا نرجع نعمل دراسة مزبوطة لكل الاتفاقات البينية التجارية. وتعا يا خيي أنا أنت بلد عم بستورد منك هالقد عم صار ليك قدي. أوروبا حبت تساعدنا عدة مرات وعملوا برامج وجيبولنا باري 1 باري 2 باري 3 وبلو سادر مؤخرا سادر بيظهر من هون لأنه سادر هالمرة خصصوه مزبوط صح. للبنية التحتية. دونك إذا صار عنا بنية تحتية صار فينا نفكر نصير بلد منتج. وهذا مشكور سادر لأنه عم بيسوي لنا بنيتنا التحتية. هلأ بدل ما يبعثوا لنا مصاري يا أخي والله العظيم يفتحوا لنا أسواقهم.
نحن بجدارة ناخد هالمصريات. يعني اعطيني أدفانتج لأني أنا منتج لبناني على أي غير منتج يفوت على أسواقك. أنت بتعرفي أنه المنتج اللي بيطلع من الكيو أي زون بالأردن بيوصل على أمريكا معفي من الجمارك. ليش نحن ما بيعطونا هيدي زيتها؟ إذا عطونا هيدي زيتها شو رح يصير؟ أولاً رح يصير الناس تستثمر بالصناعة لأنه صار في أسواق. صح. برجع بذكرك هذا اللي عنده 100,000 دولار وعم بياخد 2% بالبنك رح يجي يقول لا يا خيي بركي بروح أنا بستثمر بشركة جمي الفرير يا خيي أو بيصدروا لبرا ليش ما أنا بياخد مصاري معهم. رح يصير في تحريك للأسواق المالية. أنا بدي أفتح الكابيتال بيجي بفوت فيها ليش ما بستثمر فيها. يعني مش ضروري واحد إذا يفتح بزنس بس بيقدر يستثمر ببزنس ناجح. شرط هيدا البزنس يكون عنده أفاق. والأفاق هو وين؟ أفاق لبرا. لبرا أسواق كبيرة لأنه بتسوقنا صغير نحن بلبنان. هيدي جزء رح نشجع كمان أنه الشركات اللي برا تجي تاخد الهب تبعها بلبنان. صح. تا يا أخي بدك تغطي المينا ريجين يعني الشرق الأوسط وأفريقيا مول سنتر بلبنان. فضل نحن يا أخي ما نحن موجودين بأفريقيا موجودين بالخليج ونساعدك وعنا نعرفهم هو البلدان ورح تلاقي الطاقة البشرية اللي عايزة هون موجودة وما عندك تتكلف عليها سفرة والالوكيشن للسكن يعني موجودين هون. دونك كمان بدنا نبلش نفكر هودي كيف بدنا نجذبهم. وإذا بدنا نجذبهم الله يطول عمر بيك كان يحكي فيها كتير هيدي بالسياسة الضرائبية تعطيه أدفانتج ضرائبي تيجي لأنه عم بيخلق لك فرص عمل تعطيه حوافز تعطيها الحوافز لأنه عم بيخلق فرص عمل. دونك بس هيدي كلها بدها شيء بلش بشيء. يمرق البرلمان بكره بدل ما نعمل قانون العفو الخنفشاري اللي كان بده يجي لانه ضروري ينعمل قانون عفو بس مش بهالطريقه. مرق استقلاليه القضاء وهذا مذكور بالطائف يعني من سنه 92 ناطرينه. يعني استقلاليه القضاء مش معناتها انه نعطيهم الاستقلال لحالهم معناتها تخلي القضاة ويشهد لبعض القضاة وأغلبية القضاة بلبنان بفهمهم بالقانون تعطيهم إمكانية يشغلوا شغلهم بلا ما حدا يأثر عليهم وبلا ما يصير في ضغوطات عليهم لأنه هني بيعرفوا بالقانون. هني في قضاة عندنا بلبنان هني المرجع مراجع بالقوانين بيستجدوا فيهم بغير بلدان انه نحن عنا اياهم انه خلينا نستفيد منهم بالقديم لانه معروف معروفين تبعهم كمان معروف ولكن هن محايد بدنا نحله هيدا القانون. دونك هيدي كمان رح تخلق لنا جاذبية للمصريات واكيد لازم نقتنع كلنا سوا انه استيرادنا رح يتغير رح يصير في صعوبة نستورد بدنا نغير شوي بعقليتنا انه يا اخي بتروح على السوبر ماركت معليش طيب الحلوم واذا مش طيب تعلم انه يصير طيب انه شو بدي اقلك بدك تشرب ميد فرنساوي رح يكون غالي رح يكون غالي رح نحط سيف جارد ماجرز تحمي حالنا. وهيدي ما حدا يفت لنا هلا بديباجات انه ولو نحن جزء من المنظومة العالمية يلي بتقول في هيدا التجارة العالمية الـ OMC انه انتو كيف بتكون تحطوا هلا ضوابط حتى ضمن WTO يعني الـ World Trade Organization يعني التداول العالمي إلك حق تحمي صناعتك. صح. يعني الناس ما بتعرف بس انه الحليب بس يفوت يستورد على فرنسا عليه جمرك 40% وفرنسا جزء من المنظومة التداول العالمي. وهون حر الواحد يشتري الحليب المستورد ليش عملوها بس بسعر أعلى تيحموا حليبهم لبنان. يعني امبارح كان في حدا عم بيحكي على التلفزيون خبرنا انه نحن بنستورد 300 مليون دولار أجبان وحليب انه مع انه ديري برودكتس هون بلبنان شغلتنا في فترة يعني عملت اذا بدك نقلة نوعية وصار عندنا كتير ماركات مهمة ومصانع بتجنن هون بلبنان. يعني ما بعرف اذا انتبهتوا قال كمان انه بنستورد 100 مليون دولار زهور. نعم. انه في اشياء لازم بلش نفكر فيها انه بدك سيارة جديدة يا اخي انا ما عندي مانع انه واحد يشتري سيارة جديدة
بس عندي مين يعني يكون عندنا ستوكات سيارات جديده بلبنان ما بقى فينا نحملها يا اخي وصي عليها ويجيبوا لك اياها يعني هيدي خطه بتبلش من اول انا برايي هيدي بتزبط بسرعه منا شغله مستحيل نعملها وهيدا انعملت الدراسه اسمها ماكنزي ريبورت روى ومطلوب نحن نرجع نفحص يعني وزير الاقتصاد اللي بده يجي من اولياته اعاده نظر بجميع اتفاقيات التجارات البينية صحيح يعني انا اليوم اذا بفاجئ بكره السعوديه بقول انا رح احط عليكم جمارك على منتجاتكم مثلا تنحكي الحليب رح يقصصني بس اذا بروح بحكي معه وبتفق معه ما هو هيك بده يساعدني صح ما هو طالب يساعدني بقول له يا خيال مساعدة بدك تعمل لي اياها مرق لي هذه القصه استاذ فؤاد كلمه اخيره تقدر نختم فيها اليوم حكيت كثير بالايجابيه وطمنت اغلبيه الشعب ما بعرف اذا عندك شيء تزيد ايه طبعا شي. طبعا انا هون بدي انا هلا بين ما يجينا هالسائق اللي عم نحلم فيه بدي اقول انه في لازم ينعمل جهد كثير كبير من كل الناس لا نأمن هالشبكة الاجتماعية هلأ بين ما كون ركبة الشبكة الاجتماعية المقاومة وهيدي مسؤولية كل واحد منا أنا مبارح تفاجأت أنه بالأرقام اللي بيحكوا فيها قديش في ناس رح تخسر وظيفها أولا أنا بتصور هذا أرقام مبالغة شوي مبالغ فيها صح بس أنا من خلال هذا البرنامج بدي خبر قصتين في شركة ورح سميه أنا لأني سمحت لحالي رح أسمع لحالي سميه لأني سألته اليوم كنت عم بحكي مع جورج نجار اللي هي مؤسسة نجار نعم. بن نجار نعم. قال لي فؤاد أنا بهذه الأزمة حطيت أولية قديش فيني هدي وتارك كل موظفيني هلأ بركي ما قادر هدي سنين بس الأولية تبعي موظفيني بجيب قال بن بس بحافظ على موظفيني نعم. أنا أخذت قرار هلأ هيدي الثورة تبعيتي بدي جرب خلص قد ما بقدر من موظفيني في قصة تانية بدي أخبركم إياها أستاذ نقول أبو خاطر هني شركة مازدا هني هلأ أكيد قطاع انضرب بكثافة يعني نتكل على الاستيراد ولا سيارة وعلى القروض ولا سيارة ولا سيارة صح طيب. اضطروا يخففوا من موظفينهم 10 موظفين يلي هني كانوا بالجراج صح دونك عندهم خبرة بالصيانة وأنا دفعوا لهم قالوا ما تاخذونا بيجي نيكولا بيبعت وراهم المجموعه بو خاطر كمان هي بتستثمر بالعقارات وعندها بنيات بتاجرها وبتديرها وبتعملها قال لهم يا شباب انا بعتذر اني اضطريت ابعتكم على البيت ولكن هلا اذا بتقبلوا عندي وظايف لكم شو قال له انا عندي 10 وطير منهم من الجنسيه اللبنانيه اذا انتم بتقبلوا فيها هذه الشغله انا بتقعدوا محله طبعا الناس طاعدت انه كيف بدنا نكون ناطور شو وين معاشي وين معاش قالوا طولوا بالكم انا رح ادفع لكم 700,000 ليرة انتو معاشك قدي قالوا 1,300,000 هداك قالوا 1,350,000 قالوا تربيع انا رح ادفع لك 700,000 ليرة ودخلك بالضمان واعطيك شقة قدي بتستأجر الشقة قالوا 500,000 قالوا يعني صار 1,200,000 ورح ادفع عنك كهربة الشقة عظيم ورح اقعد معك وسميك مش نطور رح اتفق معك بعقد شغل مميز انك انت مدير البناية ورح حط لك اهداف وكل ما طلت الاهداف بعطيك زيادة يعني اذا اجرت كل الطوابق بعطيك زيادة اذا كنت خففت لي كلف الكهرباء بالبناية بعطيك بدفع لك زيادة انسنتف يعني انسنتف العشرة قبله هيدا اللي نوع التضامن الاجتماعي اللي بده يبلش يفكر فيه بعدين في شغله لازم اقولها بعرف انه الازمه كبيره في شركات ما فيها تحمل بس رجاء قد ما بيقدروا ياخروا ما يحطوا خطه اصلاحيه لشغلهم اليوم طالما ما اجت الحكومه بلش بالريستراكشرينج بس تجي الحكومه وفي بعدين انتو صوت المحبه بعرف انه في كتير اشياء عم بتقوم فيها الكنيسه بس أنا بدي أعمل نداء من خلالكم إنه كل رعي بعرف عم بيعملوا كتير مش ما بيعملوا شوي بس كل رعي خليها تعمل شيء اسمه بروجي سوسيال جوات الرعي يعني ياخدوا قرار هيدا الأحد بالقديس نحن رح نعمل هيدي الشغلة مثلا طبخة كل يوم مثلا جمع تياب غير
اللي عم نعمله لكاريتاس غير اللي عم نعمله لسان فينسان دو بول، لانه لازم المستمعين يعرفوا انه الكنيسة عم تعمل عم تعمل كتير والرعاية عم تعمل كتير، بس انا بدي يكون من ضمن العمل الرعاوي اذا فينا يكون في مشروع اجتماعي. ليش؟ لانه بس تكون انت جزء يجو من بروجي سوسيال، انت وراجع على البيت شفت واحد طلب منك 1000 ليرة بتوفر عليه المشنعة. صحيح هالقد مهمة القصة. نعم استاذ رحمة، انا بدي اتشكرك على هالايجابية يلي اعطيتنا اياها اليوم على امل انه يصير خير. شكرا لك جو. مشاهدينا نحن رح نختم بالفقرة الختامية بعد الفاصل، بريك ومنرجع. رجعنا معكم مشاهدينا بالفقرة الختامية من بعد ما ختمنا مع ضيفنا الأستاذ فؤاد رحمة رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين. جو باختصار مفيد نحن اليوم كيف فينا نختصر حلقتنا؟ يعني حلقة فينا نقول مفعمة بالتفاؤل، أعطي كتير حلول الأستاذ فؤاد، طرحنا موضوع الإجراءات المصرفية حكي عنا بشكل واسع، قال أنه مزبوط الإجراءات المصرفية يعني حدت بمحل معين من الدورة الاقتصادية، بس اليوم كانت نتيجة لبانيك ولنوع من الهلع عند المواطنين وعند المصارف نفس الوقت، يعني الاثنين ما عرفوا شو بدهم يعملوا من بعد الأزمة. المواطنين راحوا ليسحبوا أموال من المصارف، والمصارف كمان ما كان بعدها جاهزة لهيدا الضغط. كمان حكينا عن التحويلات للخارج، وجينا قلنا أنه اليوم أمننا نحن معيشة المواطنين، أمننا الأشياء الأساسية فاتحين للتحويلات اللي هي المواد الغذائية والطحين والأدوية وكمان المحروقات. رحنا شوي على أهمية تخفيض معدل الفوائد وانعكاسه على تخفيض العجز وكمان انعكاسه على الدورة المالية بالبلد. أعطي كتير حلول عن عملية الإصلاح، وكمان يعني أعطينا حلول عن عملية اللي لازم تقوم فيها الحكومات اللي جاية. حكي كتير عن خطة ماكنزي وأهمية تطبيقها، وكان واضح من حديثه أنه اليوم نحن ما بقى عنا هالبريفيليج أنه نحن نرجع نعيد نعمل خطط جديدة. نحن على القليلة لازم ننفذها 100%، وأهم خطة ماكنزي وخطة الكهرباء، والحلول تنطبق علينا كلنا يعني. أكيد. وحكي كمان عن نوع من الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام بمرافق الدولة، وضبط المرافق الرسمية للدولة بالأول قبل صحيح. ضبط التهريب، برأيه أنه التهريب ما عنده هالتأثير على قد التهريب يلي ممكن بالمرافق الرسمية. كانت حلقة كلها مواضيع اقتصادية مهمة، حكيت الواقع الحاضر. بدك الشعب هو طمن، أكيد طمن المواطنين، وكان عنده نظرة وطلب نوع من المساعدات الاجتماعية بين المواطنين، يعني شركات تطول بالها على موظفينا والرعاية تقدر تساعد شوي إذا كان فيها تساعد أكثر من يلي عم تعمله. 100%. شكرا لك جو، شكرا لكم مشاهدينا. نحن نتلاقى الأسبوع المقبل بحلقة جديدة، ضيف جديد وموضوع جديد، تنضلنا بالجو الاقتصادي. تابعونا، باي باي.